وأول ما حدث في هذه الأمة، وهذا ما بدي إياه تنسوها، بنقد الأحاديث بالنقد الحديثي وعلوم الحديث، أول ما حدث في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حيث كانت المتون ولم تكن الأسانيد. هذا الإسناد الطويل ما كان، شو الإسناد؟ صحابي بقول أخ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه مثلا السيدة عائشة رضوان الله تعالى عليها أم المؤمنين شو قالت؟ على كثير ناس اعترضت لمن سمعت من يحدث يقطع واحد بحدث وقول سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول يقطع الصلاة الكلب والمرأة، أو المرأة والكلب والحمار، أو الكلب والحمار والمرأة. فقالت شبهتمونا بالحمر والكلاب، والله لقد رأيتني نائمة معترضة أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بينه وبين القبلة وهو يصلي من الليل. قال هادول استعملوا عقولهم، وكثير من المشايخ بدهم إيانا نشطب عقولنا، شايف؟ هدول استعمل عقولهم. قال يا عمي صحيح أنت بتخبرني، بس أنا شفت من النبي صلى الله عليه وسلم غير اللي أنت بتحكيه. لمن سمعت سيدنا ابن عمر رضوان الله تعالى عليهما بحدث بحديث إن الميت ليعذب بكاء أهله عليه، قالت كما في الصحيح رحم الله أبا عبد الرحمن ابن عمر، أما إنه لم يكذب ولكنه نسي أو أخطأ، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على قبر يهودية وأهلها يبكون عليها، فقال إنهم إنها لتعذب في قبرها وإنهم ليبكون عليها، أو إنهم ليبكون عليها وإنها لتعذب في قبرها. فكر سيدنا ابن عمر بسبب البكاء عليها عمال تعذب، فروى الحديث بالمعنى فقال إن الميت يعذب بكاء أهلي عليه، فهي خطأته. إذن هذا نقد، هذا النقد استعمال العقل والقواعد الشرعية. العقل مش الهوى. هل المجتهدين الأئمة المجتهدين على اختلافهم هذا كيف بيجتهد أصلا؟ كيف بيصحح الحديث وبضعفه إلا بالعقل؟ في نص بقول لك قال رسول الله هذا حديث صحيح وهذا حديث ضعيف، ما في. شو بيعمل؟ ببذل جهده بدرس الرجال، بدرس السند، والسند صحة السند لا تعني كمان صحة المتن. الخطيب البغدادي شيخ المحدثين في عصره قال في كتاب الفقيه والمتفقه: وإذا روى الثقة المأمون خبرا متصل الإسناد رد بأمور. وإذا روى الثقة، مش الضعيف، الثقة المأمون خبرا متصل تصل الإسناد ما في انقطاع رد بأمور. قال أن يخالف القرآن، أن يخالف موجبات العقل يعني وفي بعضهم مثلا ابن تيمية شو بقول لم يصح حديث في العقل. أنا بجاوب يعني بيني وبين نفسي شو بقول له يا حبيبي مش ضروري صح حديث بالعقل، هو أنا لو بدي أجاد لك بثبت لك أنه صح حديث بالعقل. ألا يكفيك فضل العقل في القرآن الكريم؟ ألا يكفيك أن الله عز وجل يقول إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون؟ ذكر العقل يعقلون وتعقلون 49 مرة في القرآن. أنتوا على استوى جننتونا 7 مرات بتقولوا ذكر الاستواء 7 مرات وجننتوا العالم كله. العقل 7 × 7، هذا غير أولي الألباب وغير يتفكرون وغير يتدبرون وأفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وهذه الأمور اللي كلها هي مواد العقل. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم. ما بكفي هذا؟ ما بكفي كتاب الله عز وجل؟ بدك حديث يا أخي؟ خلاص ما هو بكفي.